مو تجي انت مخنث تعتقد عائشه زوج النبي وتبكي، بكك يروح بالتواليت انت وبكك ولطمك وعزائك. براءه زلمه زلمه تقاتل عائشه. الان واحد يقول شيخنا اذا عنده براءه بس يقول عائشه زوج النبي، هذا هو ومواكبه وعزائه بالقندره. راح تقول لي شلون؟ انا اقول لك شلون. دق روايات اسمع. في نهج البلاغه روايه عظيمه ما مذكوره ابد، وبفضل الله انا اول من ذكرتها، أن رجل بعد الانتهاء من معركة الجمل وداسوا على رأس عائشة والدجاج الأبيض بالقندرة، جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: يا مولاي، يا ليت أخي كان شاهدا ليرى ما نصرك الله به على أخوه. هذا الشخص أخوه ميت ميت. أجى الأمير المؤمنين يقول له: يا مولاي، أنا أتمنى أخوي موجود يشوف أن الله شلون نصرك على أعدائك. فقال أمير: أهوى أخيك معنا؟ ما معنى أهوى أخيك معنا؟ أهوى أخيك معنا ما معنى؟ إذا كان موجود في معركة الجمل يقاتل عائشة ويقاتل جيشها ويحاول يقتلها، لأن عائشة ضربت بالسهام، يعني أمير المؤمنين أعطى أمر بقتل، لكن من استسلموا وقفوا الأمر. هاي ملاحظة تاريخية جاية إن شاء الله في تفصيل معركة الجمل عن قريب. أمير المؤمنين أعطى أمر بقتل عائشة، ولذلك ابن عباس يقول: وإن مما دخل إلى هودج عائشة سهم ضرب كتفها. طيب إذا أمير المؤمنين قال لا تضربون عائشة، هي شرف النبي، هذا قدر على دينكم، شلون واحد تجرأ ضربه بالسهم والسهم ضربها بكتفه؟ هنا ضربه لدرجة يقولون 6 أشهر ما قدرت تترضع من هالجهة، تعملت الجهة الأخرى. طيب فمعناها أمير المؤمنين كان معطي أمر القتل، ولكن ما نستسلموا نزعوا ملابسهم. خلاص أمير المؤمنين قال خلاص، هذا عادة أهل البيت مثل ما إحنا أيضا نتبعهم بهاي العادة. هل أمير المؤمنين جاءه رجل فقال له: أهوى أخيك معنا؟ أخوك هواه معنا يقاتل عائشة في معركة الجمل؟ أهوى أخيك معنا؟ فقال الرجل: إي يا مولاي. مضمون الرواية: إي نعم. فقال أمير المؤمنين: لقد شهدنا ولقد شهدنا في معسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجل، سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان. ولقد شهدنا أقوام في أصلاب الرجال. إحنا ما جايين للدنيا بس كنا موجودين في معركتنا. بهاي بفضل هذا الكلام الذي أعطاه لنا هدية أمير المؤمنين عليه السلام. الشرط ما هو؟ هوى أخيك معنا. طيب اللي يقول عائشة الشريفة وعرض النبي وزوج رسول الله، الكلاوات هاي مالتهم أنادر على راسهم وراس دينهم، هذا يجلس يقاتل: يا زوج رسول الله، يا عرض رسول الله، يا شرف رسول الله، يا لا تضربوا مع من تكون انت، مع شرف رسول الله ولا مع امير المؤمنين؟ يا عرض رسول الله، لا يا عرض رسول الله، ارجعي يا عرض رسول الله، يا ام المؤمنين رضي الله عنك وارضاكي، رضي الله عنك وارضاكي. لا يقتل ولدها، هو يقتل بولدها، تخيل يضرب بولد عائشة، ولد عائشة يردون يقتلونه، هو يقابله: يا أم المؤمنين لا تؤذوا عائشة، رضي الله عنك وارضاكي، وهي عرض رسول الله، وهي شرف رسول الله، وعائشة شريفة، وعائشة عفيفة، وعائشة أم الغيرة. طيب يا الله حظك وحظ دينك، أولك ويجي قتال، أولك ويجي قتال، شارب أنت سكران شو ويا مقتدر. أهوى أخيك معنا؟ ما معنى أهوى أخيك معنا؟ ما معناه أهوى أخيك معنا؟ معنا موجود بمعركة الجمل يقاتل عائشة، يدوس على راسها بأوسخ قزمة، يرمي الهودج بالسهام، ولا يقول: لا لم أضرب الشريفة. إذا كنت تراها شريفة فمعناها أنت عايش بكافوة وألف دالتاء مربوطة، مفروض تضربها، هذه مو شريفة، هذه مو زوج النبي، أمير المؤمنين طلقها. الهوى. طيب نرجع إلى الدق واللطم والمواكب. هل تقبل إذا كنت تعتقد عائشة زوج النبي، عرض النبي، شرف النبي، غيرة النبي؟ لا، طريقة النبي.
وإذا كنت تعتبر شريفة، لا، الإمام قال ليست شريفة، تبدي للناس شعيراتها، تقبل أعمالك مواكب دقلة عزاء لا بالقندرة عليك وعلى مواكبك. العباسيين كانوا يبكون على الحسين، نقول لهم مواكبكم ولطمكم يقبل. يزيد التاريخ يروي حينما دخل رأس الحسين بكى، هاي الدمع تطفي نار جهنم بالقندرة على دين يزيد وعلى دينكم. فأنا محقق كلمتي حينما قلت مواكبكم عزاءكم دككم لطمكم إن لم يكن به براءة من أعداء أهل البيت فهذا كله يروح بالتواليت. أهوى أخيك معنا؟ قال نعم. شوف هذا المحبس انكسر. شكلي ضربت الميز حيل. متعصب والله العظيم، متعصب على معركة الجبل. متعصب. انكسر. واضح انكسر. انكسر. ضربت الميز حيل. تذكرت عائشة شرف رسول الله، والله لو موجود يا يابح، يا يابح لو موجود يا يابح ارضى رسول الله. الوائلي، الوائلي كان دائما يكرر يقول وهي عرض رسول الله وهي شرف رسول الله. نعلى على دينك، نعلى على مجالسك، نعلى على بيتك وعزائك بالقندر عليك وعلى مجالسك. هي والله قندر. يلا يتعدل ان شاء الله. وهذا كسرت المحبس بمن يتذكرني. أنا الآن المحبس انكسر وأنا أتكلم عن معركتك. سبحان الله. ما أريد أربط، ما أريد أربط. لا قياس بيني وبين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هو سيدي ومولاي. بس أريد أقول لكم شيء تذكرت الآن. أمير المؤمنين تقول الرواية وكان علي عليه السلام يقف وكان أمير المؤمنين عليه السلام من كثر الضرب على أبناء عائشة الزانية البالية كان يقف يصلح سيفه لأنه كان يعوج بسبب الضرب على الجماجم. يعوج يضرب جماجم أبناء عائشة العفيفة الشريفة أم المؤمنين.